دلوقتي هنشوف مع بعض اخر كيس او كيس القبلة الاخيرة معانا في المحاضرة، اللي هي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ازاي نحل مسألة اتفقنا من البداية خالص ان انا لما يكون عندي curved rate يبقى انا محتاج احسب الفورسز اللي بتأثر عليها نتيجة وجود السائل. السائل بتاعي في الناحية دي، وانا عندي البوابة هو ده الشكل بتاعها اللي هي هنسميها ال A B. زي ما اتفقنا ان عندي two kinds of forces، ال horizontal force وال vertical force. horizontal forces زي ما حسبنا في المحاضرتين اللي فاتوا gamma area HCG وال HCP بتاعتها، هنجيبها بالطريقة اللي اتعودنا عليها كل الفترات اللي فاتت. وهنا واحنا بنحسب ال horizontal force، خلي بالك ال area هي اسقاط البوابة دي اللي هي المستطيل اللي هي الطول في العرض فقط ليس الا. وال HCG هي المسافة من الرأسية من السطح الحر، وحتى CG البوابة اللي هي ال H زائد نص ال R. طيب ندخل بقى في ال F vertical نشوف نظامها ازاي. ال F vertical زي ما انتم شايفين في الشكل اللي قدامنا ده، احنا اتفقنا هنعرفها ازاي. هنجيب النقطة A ونطلع منها اسقاط للسطح الحر تديني A داش، والنقطة B تديني اسقاط للسطح الحر ادي البي داش. يبقى هو ده الشكل الفاينل اللي احنا هنحسب عليه الشغل بتاع vertical force. هو ده الشكل النهائي زي ما اتفقنا. هنعيد الكلام تاني وهنقوله مع بعض. هادي هحل مسألة زي دي، هعمل ايه؟ هادي واقول ان الشكل اللي عندي اللي المفروض احسب له vertical force هو الشكل ده. ده الشكل النهائي عبارة عن ايه؟ هيساوي المستطيل الكبير ناقص ايه؟ الربع دايرة. طيب كده انا خلصت؟ ما ينفعش، لازم احط تفاصيل كل شكل من الاشكال. الارتفاع الكبير ده بالنسبة لنا اللي هو في الرسمة قدامك ال H لحد هنا، وبعد كده ال R، وديت هنا ال R R، وهنا السمك اللي قدامي دوت اللي هو هيبقى ايه؟ ها في الرسمة اللي قدامي اللي هو ال R. تمام الكلام؟ نبدأ نقول هنثبت الديتمز. انا من وجهة نظري انا هقول ان الديتم اللي ثابت بالنسبة لي هو ال A داش A A A داش، هو ده اللي هيبقى الديتم اللي انا مثبتاه. طيب بس كده؟ لا، انا لازم احط الابعاد، حطيناها خلاص، لازم نحط اتجاهات ال F V. ال F V في الحالة دي هو السائل في الرسمة اللي معانا، السائل هنا اهو هو بيأثر على البوابة يزقها عشان ياخد الحيز ده. يبقى ال F V بتاعتي هتبقى upward vertically upward، هو ده اللي انا لازم اجي هنا واعمله. احط ال F V واقول ان هي على بعد ال X bar، واقول هنا دي هتبقى فيها F V واحد على بعد X bar واحد اللي هي هتبقى نص ال R، وهنا هقول في F V اتنين على بعد اكس بار اتنين اللي هي اربعة ار على التلاتة باي. طيب مفيش اي حاجة جديدة لحد هنا. هادي واقول كل ده الشغل ده عشان احسب الاكس بار اللي هو اللوكيشن، بس المفروض قبل اللوكيشن اكون حاسبة قيمة الاف في اللي هي الجاما في الفوليوم اللي هي بتساوي الجاما مضروبة فيه. ونفتح القوس، انا الفوليوم بتاعي عبارة عن الاريا مضروبة في البعد التاني. اريا بتاعتي هي اريا المستطيل ناقص اريا الربع دايرة، يعني كأني بقول H زائد R مضروبة في ال R زائد ناقص H زائد R مضروبة في ال R، هي الاريا اللي هنا H زائد R مضروبة في ال R ناقص ربع الدايرة دي، يبقى ربع باي R سكوير. كل ده هيتضرب في الويتس اللي هو ال B. اظن الفوليوم كده سهل، ما فيهوش اي مشكله خالص ولا اي حاجه صعبه. لو والاكس بار بتاعتنا نيجي نحسبها هتبقى الطرح بتاع الاثنين، يبقى اريا واحد اكس بار واحد ناقص اريا اتنين اكس بار اتنين على الاريا واحد ناقص اريا اتنين. اللي انا كاتبه لكم هنا في المحاضره عندكم الجزء دوت هو الشكل النهائي اللي موجود في الكيس والشرح اللي انا شرحته بالظبط. وادي الفوليوم واحد اتش زائد ار مضروبه في الار، بعدين في البي، والفي اتنين هي ربع دايره في البي، وبعد كده لنا طرحهم من بعض الاكس واحد والاكس واحد اتنين اللي هي المسافات بتاعت الفيرتيكال فورسز، من هنجيب الاكس بار. هو هنا عملها بالفوليوم بس ما فرقتش، يعني هو كاني انا اخدت منه البي مشترك من السطرين وطيرتهم فاصبحت ديت الاريا ما فيهاش اي اختلاف.
يبقى احنا كده فهمنا كيس 7 تتعمل ازاي. طيب اللي بعده اخر حاجة عندنا الشكل ده. الشكل اللي قدامنا دوت البوابة فيها نقطة انقلاب اللي هي نقطة السي، بيتم اسقاط اعلى نقطة اي على الفري سيرفس وبعدين نقطة الانقلاب على برضو الفري سيرفس، يبقى انا كده اشتغلت على الدراع ده لوحده. الجزء اي سي دوت عمل لي احمال مية فوق البوابة بالشكل ده، تمام، اللي هي هظل الهالر بالازرق. طيب بعد كده هنمسك الجزء الاسفل اللي هو البي سي، برضو نفس الكلام، هنسقط لحد الفري سيرفس عملنا بي داش، ومن السي هنسقط لحد الفري سيرفس تاني عملنا سي داش. في الحالة دي الشكل اللي قدامي هو ده، كل ده اللي هو متلون عندك هنا ده، صح كده، وادي ده الازرق. يبقى النهاية المحصلة اللي هتبقى فوليوم الووتر على البوابة اي بي سي هتبقى ايه؟ هيبقى حاصل طرح الشكلين دول من بعض. ليه حاصل طرحهم؟ لان الاي سي احمال المية عندها كده داونورد، والبي سي احمال المية عندها ابورد، فالمحصلة بتاعتهم هتبقى ان الاحمال بتاعتي هي بالشكل ده فقط لا غير. والكلام ده انا شرحه لكم في السلايد اللي بعديها، واعتقد ان في مسألة في الشيت على نفس الكلام ده. المسائل اظن ان هي او الافكار بتاعة البوابات اظن ان هي كلها كده بقت واضحة بالنسبة لكم. الشيت الاسبوع الجاي هيتحل في السيرشن كامل، في مسألة هنزلها لكم باذن الله الديو ديت بتاعها تسلموها لي يوم المحاضرة الجاية، مفيش اي تأخير في تسليم المسألة نهائي. اتمنى ان المحاضرة دي تتسمع يعني ماكسيموم على يوم الاربع اللي هو فيه المحاضرة بتاعتك وبتاعت الاونلاين، مش عايزة تأخير عن اليوم دوت. ولو في اي اسئلة انا في انتظار اسئلتكم. شكرا جدا، سلام عليكم.